بالمشاركة في دورة تكوينية يومي 2 و3 نوفمبر الحالي بمدينة بوزنيقة تحت رئاسة السيد وزير الشباب والرياضة، وكانت فرصة سانحة للاطلاع على مضامين القانون 3009 المتعلق بالتربية البدنية وعلى الآفاق الجديدة للجمعيات الرياضية المنضوية في إطار العصب والجامعات الرياضية. هذا القانون لقانون التربية البدنية يأتي في إطار السياق العام للرسالة الملكية التي وجهها صاحب الجلالة إلى مسخرات إلى جميع الفعاليات الرياضية، والتي تحدد الإطار العام للتسيير الرياضي وللشأن الرياضي بصفة عامة. فمن أجل إرساء دعائم حكامة جيدة وحسن تدبير، ومن أجل أن تسير الجمعيات الرياضية في الإطار القانوني المخصص لها وفي إطار الحكامة وفي إطار الترشيد وفي إطار حسن تدبير، جاء هذا القانون ليفتح آفاق جديدة ويؤهل هذه الجمعيات الرياضية لتمر إلى مرحلة أكثر نضجا وأكثر فاعلية. فجميع الجمعيات الرياضية مطالبة الآن بحكم القانون بأن تلائم قوانينها الأساسية بالقانون الأساسي النموذجي الذي وضعته وزارة الشباب والرياضة، مطالبة أيضا بالحصول على ما يسمى بالاعتماد، وهو التأهيل لكي تكون في وضعية سليمة تؤهلها من استمرارية في أداء نشاطها الرياضي في إطار العصب وفي إطار الأنشطة التي تنظمها الجامعات الرياضية. فهذه الجمعيات مطالبة في أقرب وقت، نعم، مطالبة بإعداد مشروعها النموذجي من أجل الحصول على الاعتماد حتى تكون في وضعية سليمة لتؤهلها للقيام بوظيفتها وللقيام بأنشطتها في أحسن الظروف وفي إطار القانون بصفة عامة وفي إطار مقتضيات طبيعة الحال الجمعيات المقصودة. كل الجمعيات التي تمارس وتنشط في إطار البطولة الوطنية. كان فيهم بريمير ديفيزي، كان أوسيكا، كاين بالنسبة للإقليم طبيعة الحال جميع الجمعيات الرياضية، كاين لوسيكا أولمبيك ريبكا طبيعة الحال، كاين سريع وزان، كاين الحسنية ثم بلدية خريبكا الفرق الأخرى اللي كاينة في فرق الهواة، وبطبيعة الحال الإقليم يعج بالجمعيات سواء في بوجنيبة أو في بجاعد أو في خريبكا أو في مجموعة من فين وصل الميلف الآن ديال لوسيكا مع سريع وزان اللي هما اللي في بريمير ديفيزيون بعد على الأقل. بالنسبة للوسيكا وسريع وزان، أنا كنت حضرت شخصيا سميتو الجمع العام السنوي ديالهم الذي والجمع الاستثنائي ايضا الذي انعقد من اجل اولا جديد المكاتب بالنسبه للوسيكا الاولمبيك خريبكا، حيث تم انتخاب رئيس جديد، ثم كذلك بالنسبه للسريع والزم تم عقد جمع عام من اجل اتخاذ الترتيبات اللازمه للقيام بهذه الملائمة لكي تكون هذه الفرق مؤهلة كغيرها من الفرق لتنتقل إلى هذه المرحلة. أعتقد بأن الأجل الأول انتهى والآن تضيف الوزارة شيء أجل. فعلا، لأن طبيعة الحال القانون اللي كيصدر كيعطي واحد الأجل حتى تتمكن الجمعيات الرياضية من الحصول على الملائمة، ونظرا لوجود مجموعة من الصعوبات تمثلت في عقد جموع عامة وعقد جموع استثنائية، وكانت بعض الجمعيات اللي مطالبة بحال هنا في خريبكا بتجديد مكسبها نظرا لاستقالة الرئيس، وهذا إذن تعذر عليها أن تقوم بهذه الملائمة وأن تحصل على الاعتماد في الإطار القانوني، ولكن هذه الفروق تقدمت بملفها إلى السيد وزير الشباب والرياضة من أجل الحصول على الملائمة ومن أجل الحصول على الاعتماد لكي تستمر في ممارسة أنشطتها الرياضية على أحسن وجه. نعم.
تنسوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.